ما كريم كان بيتكلم عن ابطال مصر وكره اليد، واكيد احنا عارفين ان هم قد التحدي وان شاء الله هيكونوا عند حسن ظن المصريين كلهم اللي بيدعموهم واللي في ظهرهم دايما. ويمكن السوشيال ميديا امبارح تحديدا كانت داعمه بشكل كبير. كنا في الاول بنقول ان السوشيال ميديا عندها كده نظره انهزاميه او بتصدر روح انهزاميه، لكن احنا امبارح تحديدا لقينا العكس تماما. لو حضراتكم تابعتوا على تويتر قد ايه المصريين كانوا بيدعموا الفريق المنتخب، دي حاجه اكثر من رائعه. احنا برضو بنأكد مباراة مهمة، الدنمارك منتخب قوي، لكن المصريين وصلوا دور الثمانية يقدروا أكيد يحققوا مزيد من الإنجازات بإذن الله. النهاردة بالمناسبة هتقام كل مباريات دور الثمانية، هتبتدي بلقاء مصر والدنمارك الساعة 6:30 مساء بإذن الله، وطبعا على مدار اليوم ستقام مجموعة أخرى من المباريات، منها مباراة فرنسا مع المجر وأسبانيا ضد النرويج وقطر أمام السويد، كل ده هيتلعب النهاردة إن شاء الله. لو اتكلمنا بقى تحديدا يا كريم عن لقاءات هنا مصر والدنمارك، هي ليها تاريخ اكيد، مش اول مره ان هم يتقابلوا. كان قبل كده منتخب الفراعنه قابل نظيره منتخب الدنمارك، ده كان في مونديال بطوله العالم لكره اليد، كان اربع مرات. اول حاجه في مونديال عام 2003 وفازت الدنمارك كانت ب 34 نقطه مقابل 26 للمنتخب الوطني، ده كان في الدور التمهيدي تحديدا للبطوله. اتقابلوا مره كمان في نسخه عام 2009 في مونديال اليد، لكن فازت الدنمارك بنتيجه 26-17، وكان اللقاء في الدور التمهيدي. أما اللقاء الثالث بين منتخب الدنمارك حامل اللقب ومنتخبنا الوطني كان في نسخة عام 2017، وده اللقاء اللي فازت فيه الدنمارك بنتيجة 35-28، وكان اللقاء في الدور التمهيدي للبطولة. وفي النسخة السابقة يعني عام 2019 فازت الدنمارك بنتيجة 26-20، وكان هذا اللقاء في الدور الرئيسي للبطولة. هنرجع نقول تاني، رغم نتائج اللقاءات السابقة للمنتخبين، لكن منتخب مصر المرة دي مختلف ومميز. المرة دي بيلعب الدنمارك في دور الثمانية، وده إنجاز بيأكد أن منتخبنا أكيد قوي وأن اللاعبين أدائهم مميز، وده كلنا شفناه في المباريات اللي فاتت.